السلام عليكم أعزائي الطلبة، رحب بكم في هذا الدرس الجديد. اليوم راح ناخذ درس جديد في البيولوجي، علم الأحياء لمدارس المتميزين للصف الأول المتوسط. نبدي هنا على بركة الله سبحانه وتعالى. طبعا هاي المحتويات هنا، نبدي وين؟ شابتر 1 الفصل الأول. اوكي، نشوف هنا يقول لي بيولوجي. Biology is a natural science concerned with the study of life and living organisms, including their structure, function, growth, distribution, and taxonomy. يقول الأحياء هو علم طبيعي يتعلق بدراسة الحياة والكائنات الدقيقة الحية التي تشمل، يعني اللي تتضمن شنو؟ تتضمن دراستها من حيث البناء والوظيفة والنمو والتوزيع والتصنيف. إذن structure من حيث البناء، function وظيفة، growth النمو، distribution التوزيع، وtaxonomy التصنيف. أوكي طيب، نعطيها الزوم شوية على هذه. يقول biology deals with the study of the many varieties of living organisms. الأحياء يتعلق بدراسة الكثير من التنوعات والاختلافات الكائنات الدقيقة الحية. Clockwise from top left. يقول هنا شنو هاي؟ I clockwise from top left. Salmonella, Typhirium, a types of bacteria. يقول من يقول هنا شنو؟ يقول مثل هذه اللي موجودة في هاي التوب ليفت اللي على اليسار، هاي اللي موجودة بالصورة. أوكي، هاي الكائنات اللي موجودة. أوكي زين، وبها نوع من يتعلق بالبكتيريا، يتعلق بنوع من البكتيريا التايب، هاي السالمونيلا تايفيريوم، هاي نوع من البكتيريا. وايضا هذه كوالا، هاي اللي هاي يقصدها وين؟ هذه اللي موجوده هنا اللي بهاي الصوره توب ليفت، اللي هاي مثل ما قلت لكم. وهذا ايضا هذا النوع، هذا الاسم العلمي له اللي هو هذا فاسكولاكتوس سير سينيريوس، اللي هو الكوالا، هذا الكوالا ايضا. زين، انتريوم فليكسيمونلا كومون ليدي فيرن، هذه ايضا ال شو اسمها، نوع من السرخسيات اللي موجوده. اوكي، هذه اللي موجوده هنا في هذه الصور. وامانتيا ماس فلاي أجاريك، هذه أتوكسيك تود، هذا بالنسبة للضفدع، الضفدع السام الطائر. أوكي، هذا اللي موجود هذا هنا. وأيضا هاي اسمها العلمية شوي نحسها، أجاليك أجالينس كاليدريوس ريد آي تري فروغ، ريد آيد تري فروغ، هذا الضفدع ذو العين الحمراء، هذا اللي مقصود. اوكي هنا، وهذه اللي كانت موجوده برا بي فليميا سميثي مكسيكان ريد نيلد تارانتولا، هذه العنكبوته، هذه العنكبوته اللي يقصدها هذه هنا اللي هي ريد نيد تارانتوتا مكسيكان، هاي المكسيكية. وهكذا اذا مجموعة من الاحياء يتعلق يعني بدراستها. What is biology؟ ما هو علم الاحياء؟ اوكي اعزائي، هسه نشوفه ما هو علم الاحياء. Welcome to the study of biology، مرحبا بكم في دراسة علم الاحياء. Bio means life، يقول كلمة bio تعني الحياة. And logy means science، وكلمة logy تعني العلم. إذن biology is the science of life or the study of living organism. إذن
إذن شوف هنا كلمة بايو 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 معناها لايف ولوجي معناها ستدي اوف دراسة إذن دراسة الحياة فهنا يجي يقول لي بايولوجي از ذا ساينس اوف لايف or the study of living organism اذا البيولوجي علم الاحياء هو علم الحياة او دراسة الاحياء الاورجانيزم الاحياء يعني الاعضاء الدقيقة الكائنات الحية الدقيقة الحية if you look your environment carefully يقول اذا انت اذا نظرت الى بيئتك بدقة you can see many things related with biology فأنتم إذا نظرتم إلى بيئتكم بعناية وبدقة فإنكم سوف تستطيعون أن ترون الكثير من الأشياء التي تتعلق بالأحياء There are millions kinds of plants and animals around us هنالك ملايين الأنواع من النباتات والحيوانات حولنا For example على سبيل المثال Singing birds الطيور المغردة barking dogs الكلاب النابحة the nice smelling of flowers in your garden etc يقول the nice smelling of flowers الزهور ذات الرائحة الطيبة اللطيفة في حديقتكم إلى آخره هنا ينزل يقول biologist عالم الأحياء is a person who deals with living things هو الشخص الذي يتعامل مع الأشياء الحية and makes experiment with living organisms ويقوم بعمل التجارب مع الكائنات الحية okay in the laboratory في المختبر not only biologists but also engineers and other scientists يقول ليس فقط إذن not only biologists but also engineers and other scientists يقول ليس فقط علماء الأحياء ولكن المهندسون والعلماء الآخرون have to know biology يجب عليهم أن يعرفوا العلم الأحياء for developing technology من أجل التكنولوجيا المتطورة for example على سبيل المثال Birds show the way of flying. يقول على سبيل المثال الطيور تبين طريقة الطيران and fish showed والأسماك تبين يعني تظهر the swimming on underwater يعني الأسماك اللي تكون تحت الماء. Finally أخيرا people invented a plane and submarine. يقولوا أخيرا الناس اخترعوا الطائرة و The submarine يعني يقول من خلال معرفة طريقة الطيران للطيور والأسماك اللي تحت الماء الإنسان اخترع الطائرة والغواصة سبمارين غواصة Branches of biology فروع علم الأحياء the field يقول the field of biology today is very large يقول حقل أو قسم أو مجال علم الأحياء اليوم هو مجال واسع جدا very large therefore it has been divided into branches ذلك هو يعني تفرع أو انقسم إلى عدة فروع as biologists open up the world of biology by research new branches continue to discover يقول عندما علماء الأحياء فتحوا العالم الأحياء من خلال البحث فإن هناك new branches فإن هناك فروع جديدة استمرت في الاكتشاف أوكي أعزائي هذا طبعا البيولوجي نشوفه هنا البيولوجي علم الأحياء انقسم إلى شنو هنا الأناتومي من فوق نبدي أناتومي علم التشريح يقول دراسة internal structure of organism دراسة البناء أو التركيب الداخلي للكائن الحي embryology علم الأجنة the study of development in embryos دراسة التطور للأجنة الجنين
Ethology دراسة animal behavior هاي الإثيولوجي. إثيولوجي هي دراسة سلوك الحيوان. أوكي إثيولوجي طيب السلوك الحيواني. فيسيولوجي فيسيولوجي مبينه فيسيولوجي بشكل خارجي. The study of functions and the study of functions of organs يقول فيسيولوجي الشكل الخارجي المظهر الخارجي هي دراسة الوظائف دراسة وظائف الأعضاء. The study of functions of organs. Morphology عندنا المورفولوجي the study of external form or morphology يقول دراسة the study of external form of organism هي دراسة الشكل الخارجي الشكل الخارجي للعضو. اوكي زي ما نزيد جوه molecular biology molecular biology الاحياء الدقيقة الجزيئية molecular the study of life on the level molecular activity هو دراسة الحياة على المستوى على مستوى مستوى نشاط أو فعالية الجزيئة. طيب ecology ecology علم البيئة the study of interrelations between organism and their environment ecology علم البيئة يعني الموجودة the study of interrelations دراسة التفاعلات interrelations والعلاقات بين الorganisms الكائنات الكائنات الحية and their environment وبيئتها. زين zoology علم الحيوان the study of animals علم الحيوان حيوانات microbiology الأحياء الدقيقة the study of microbic لايف دراسة الميكروبات الأحياء الدقيقة الصغيرة هيستولوجي the study of different types of tissues هو دراسة أنواع مختلفة من الأنسجة tissues زين genetics علم الوراثة the study of inheritance دراسة الوراثة أو the study of inheritance الصفات الوراثية بوتاني علم النبات the study of plants دراسة النباتات زين cell biology أحياء الخلية the study of cell دراسة الخلية structures بناء التركيب الداخلي تركيب الخلية and their functions ووظائفها. أوكي أعزائي هذه صفحة 6 أعزائي أوكي نتوقف لحد هنا ألتقيكم في درس قادم إن شاء الله وإلى السلام عليكم أعزائي الطلبة أرحب بكم في هذا الدرس الجديد من دروس البيولوجي الأحياء لطلبة الصف الأول المتوسط والدرس باللغة الإنجليزية وصلنا إلى صفحة 6 اليوم عندنا صفحة 7 راح نشوف هنا يقول لي introduction to biology مدخل أو مقدمة لعلم الأحياء هنا عندنا zoology zoology is the study of animals العلم الحيوانات هاي الزولوجي هو دراسة الحيوانات examples lion bear etc الأسد والدب وإلى آخره بوتاني is the study of plants بوتاني علم النبات هو دراسة النباتات examples rose مثل الوردة أو الزهرة rose ecology علم البيئة is the science is the science which studies the relationship of living organisms between each other and their environment. يقول ecology هو العلم الذي يدرس العلاقة علاقة الكائنات الحية between each other بين بعضها البعض and their environment وبيئتها المحيطة. Genetics علم الوراثة is the study of how genetic information is passed هو دراسة كيفية المعلومات الوراثية genetic information المعلومات الوراثية is passed يتم انتقالها of
of spring من السلالة الذرية from their parents من السلالة إلى السلالة من يعني من الآباء of their parents من آبائهم. هاي صورة genetics. Cytology من اسمها علم الخلية is the study of cells هو دراسة الخلايا. Example onion cell مثل خلية البصل onion cell. Amoeba الأميبا و blood cells وخلايا الدم etc. إلى آخره. زين Metrobiology علم الأحياء الدقيقة is the study of microbiology علم الأحياء الدقيقة is the study of microbiologic organisms هو علم الكائنات الدقيقة الحياة such as bacteria مثل البكتيريا and the virus and virus their parents والفيروسات وآبائهم يعني المنحدرين منها. Chapter 1 بعدنا هنا يقول contributions of Muslim and Arab scientists to biology. يقول هنا مساهمات العلماء العرب والمسلمين لعلم الأحياء. هنا يقول لي الله سيسي الله لفظ الجلالة سبحانه وتعالى ordered to all people to be open to the knowledge and science in Holy Quran. يقول الله سبحانه وتعالى أعطى أمر لجميع الناس جميع البشر to be open أن يكونوا منفتحين يعني عقولهم منفتحة to the knowledge إلى المعرفة and science والعلوم in the Holy Quran في القرآن الكريم في القرآن العظيم. Consequently وبالتالي علاوة يعني نتيجة لذلك Muslim and Arab scientists يقول العلماء المسلمون والعرب contributed to development of biology ساهموا في تطوير علم الأحياء and become useful for humanity وأصبح مفيدا علما مفيدا for humanity للبشرية. دار الحكمة college in Baghdad طبعا ناسين هنا الH Baghdad دار الحكمة كلية دار الحكمة بغداد contributed ساهمت to development في تطور of science في تطور العلوم and many scientific books والكثير من الكتب العلمية والكثير من الكتب العلمية are translated تم ترجمتها from Greek من اللغة الإغريقية اليونانية القديمة to Arabic إلى العربية in there هناك. These studies تلك أو هذه الدراسات passed to Europe عبرت أو مرت إلى يعني ذهبت إلى أوروبا by aid of Andalusian by aid من قبل المعونة أو المساعدة اللي قدمها يعني شعب الأندلس and helped the European وساعدت الأوروبيين to awake from the deep darkness ساعدت الأوروبيين لكي يعني تصحوا من الظلام أو السبات العميق اللي كانت تعيشه أوروبا. الجاحظ مولود بهاي السنة متوفى بهاي السنة بعد الميلاد الجاحظ he was born in Basra and did studies on languages and biology ولد في البصرة وقام بدراسات على اللغات وعلم الأحياء. الجاحظ observed plants and animals الجاحظ لاحظ النباتات والحيوانات classified them وصنفهن according to وفقا ل their nutrition type وصنفهم وفقا لنوع نوعية التغذية ecosystem للنظام البيئي and behaviors والسلوك يعني وفقا للسلوك صنفها وفقا لنظام التغذية والبيئة والسلوك. He published a book in the name Animals ويعني نشر كتاب اللي هو تحت name Animals كتاب الحيوان طبعا هو مو Animals الحيوانات لا كتاب الحيوان يعني يقصد به كتاب الحيوان للجاحظ مشهور. الرازي مولود بهاي السنة متوفى بهاي السنة بعد الميلاد after Trist. He made many different studies
هو قام بإجراء الكثير من الدراسات المختلفة. And one of them, شو واحدة منها؟ He suggested that meat, هو اقترح, افترض, that meat, أن اللحم cannot rotten, لا يمكنه أن يعني يتفسخ, لا يمكنه أن يتفسخ أو يتحلل من تلقاء by itself, من تلقاء نفسه. And there are some small organisms, وأن هنالك بعض الكائنات الحية الصغيرة جدا, which cause it, التي يعني تؤدي أو تسبب ذلك. إذن الافتراض اقتراح ويعني ذكر فكرة أنه اللحم لا يمكن أن يتفسخ من تلقاء نفسه, وأن هنالك كائنات صغيرة تقوم بذلك. After a scientist after scientist Louis Pasteur, بعد العالم لويس باستور, proved, بعد أن أثبت that bacteria, بعد أن أثبت أن البكتيريا causes the rotten of meat, بعد يعني أن أثبت لويس باستور العالم الفرنسي أثبت أن البكتيريا تسبب التفسخ أو تسبب العفن, عفن في اللحم. ابن رشد he lived in Andalus, عاش في الأندلس, and discovered the infection method of smallpox. يقول عاش في الأندلس واكتشف شنو؟ اكتشف العدوى, طريقة عدوى الجدري smallpox الجدري. ابن النفيس مشهور discovered the pulmonary circulation, اكتشف الدورة الدموية الرئوية, and invented طبعا اختراع some anatomical equipment, اختراع قام باختراع بعض المعدات التشريحية which are still used, والتي ما تزال تستخدم لحد الآن. هذا skeleton system, الجهاز الهيكلي drawing of ابن النفيس, اللي تم رسمه ابن النفيس, drawing of ابن ابن النفيس about pulmonary, هاي الدورة الدموية الرئوية. اوكي اعزائي, زين اللي هنا نتوقف والتقيكم في درس قادم. عندنا صفحة 9 introduction to biology, مدخل او مقدمة للملاحية. عندنا contributions of foreign scientists, مساهمات العلماء الاجانب. عندنا ويليام هارفي, English scientist, عالم إنجليزي, made some studies, قام ببعض الدراسات on physiology, علم وظائف الأعضاء, and proved the pulmonary circulation, وأثبت الدورة الدموية, which discovered, اللي تم اكتشافها by ابن النفيس, اللي يعني تم اكتشافها من ابن النفيس. ومع الأسف, مع كل الأسف, العلم يوقف ويقول ويليام هارفي, ولكنه في الحقيقة ابن النفيس الرجل الأول اللي اكتشفها. عندنا غريغور يوهان مندل, غريغور مندل العالم مندل, هذا النمساوي. He is an Austrian scientist, هو عالم نمساوي, and made many experiments, وقام بالكثير من التجارب on pea plants, على نباتات البازاليا, pea بازاليا, and found, ووجد how genetic characteristics, ووجد كيفية characteristics, وجد كيفية pass, وجد كيفية انتقال pass, يعني انتقال الصفات الوراثية from one generation, من جيل to the next, جيل إلى الجيل الذي يليه. روبرت كوخ هذا العالم. He was a famous German scientist, هو كان عالما ألمانيا مشهورا. He discovered the bacteria, واكتشف البكتيريا, which cause, التي تسبب عندنا هذه tuberculosis, التدرن, and made the vaccine for this disease, وقام ب يعني عمل اللقاح vaccine for this disease لهذا المرض. روبرت كوخ
اوكي هذه شنو هذه عندنا هنا bacteria that cause tuberculosis بكتيريا التدرن هاي عضيات كوخ اللي مشهورة زين عندنا هنا هنا multiple choice خيارات متعددة هنا self check تدقيق ذاتي عندنا introduction to biology مدخل لعلم الأحياء self check تدقيق ذاتي هنا key terms عندنا هنا كيز مفاتيح أساسية المصطلحات الأساسية biology هاي طبعا هاي اللي احنا حكيناها قبل شوي كلهن مرينا عليهن اوكي عندنا review questions هاي طبعا أسئلة اوكي عفوا أسئلة هاي question review questions أسئلة مراجعة give two examples around you which related to biology أعطي مثالين اثنين حولك اللي تتعلقا بعلم الأحياء اوكي list the branches of biology أعطي قائمة يعني شو نقول عدد فروع علم البيولوجي شو نسويها على شكل قائمة عددها how did الكاهد الجاحظ اعتقد هنا الجاحظ شوية هاي شكلة بالسبيل هاي اللي يقصد بيها شنو الجاحظ الكلاسيفايد هاي طبعا جوابه هذا الجاحظ اللي صنف هاي التصنيف وهذا الجواب هنا جاهز شوي اكو مشكله بالهذي احتمال طابعيها برا مو المطبعه مو عراقيه لان العراقيين ما يغلطون مش غلط هاو ديد الكاهد يعني الجاحظ كيف ان الجاحظ صنف الكائنات الحيه organisms what should we use to see microbic organism ما الذي يجب علينا استخدامه لرؤية الكائنات الحية الميكروبية explain how Muslim scientist contribution وضح كيفية مساهمة العلماء المسلمين يعني لعلم البيولوجي see true or false Anton von Leeuwenhoek هذا Leeuwenhoek is the first person هو الشخص الأول who discovered the blood circulation اللي اكتشف الدورة الدموية طبعا غلط اول واحد هو ابن النفيس مندل have studied on zoology مندل قام بدراسة حول علم الحيوان لا غلط William Harvey is the first scientist who discovered the pulmonary circulation لا هاي blood اسف هاي blood الدورة الدموية هاي لو تراجعها Leeuwenhoek ما اعتقد Leeuwenhoek ما قرينا ما مر علينا Leeuwenhoek فغلط ما مر علينا المهم ويليام هارفي هو الاول اللي اكتشف الدورة الرئوية غلط اللي هو ابن النفيس الاول microbiology is the branch science which study on plants هاي اللي طبعا غلط الميكروبيولوجي علم الاحياء الدقيقة هو الفرع من العلوم اللي يدرس النباتات طبعا غلط هنا ماتشينج توصيل وصل ابن رشد من هو ابن رشد discover the infection of smallpox ابن رشد خلينا نشوف ابن رشد صحيح هذا الحكي ابن رشد صحيح اذا هذا العفو هذا ترو اذا هذا ابن رشد discovered هذه اذا هذه ابن رشد راح تكون هاي اكتشف عدوى الجدري سايتولوجي هذا الشيء يدرس السايتولوجي علم الخليه يدرس الخليه ميكروسكوب ميكروسكوب المجهر used يستخدم to magnify تكبير مايكرو اورجانيزم الكائنات الحيه الدقيقه روبرت هوك وعندنا روبرت هوك هذا observed the cell first time هذا اللي لاحظ الخليه لاول مره وعندنا ecology هو study on relationship between
organism هو علم الخلية ودراسة العلاقة بين العفو ecology. ecology اللي هو شنو؟ ecology اللي هو علم هنا cytology علم الخلية، وعندنا ecology ecology علم البيئة، study on relationship between organism دراسة العلاقات بين الكائنات الدقيقة الحية. تنتهي صفحة 10 أعزائي، إلى اللقاء.